خلي بالكم سيرجي ايطاليا مقصود بها البلطة فقط دالية، ولا يدرس ولا فروديان تيوب ولا اوبري. لما اقول لك سيرجي ايطاليا مقصود بها البلطة فقط دالية، في عندنا برضه انا اسمه اهو ده سيرجي ايطاليا البوجينا واليوترس والفروديان تيوب. لو انا رقم اوف ذا جونا، المقصود بالاوبري بس، اوبري بس. اذا عندي فكره في سيرجي ايطاليا اللي هي البلطة، سيرجي ايطاليا فروديان تيوب يوترس و وفاجاين، انما الجونس مقصود بيها ايه؟ الاوبري فقط. طيب بص كده لفه كده، ادي هنا عندنا كده طول اهو كده، ده ليه سيرجي ايطاليا دي الفالفا. هنا ده سيرجي ايطاليا اللي هو هنا الفروديان تيوب، دي الفروديان تيوب اهو، واخيرا هنا في فيبرال اند بالمنظر ده، وهنا في يوترس. الفاجاينا مش باينه هنا، هو ده المنظر ده جه منين؟ يعني احنا شفنا المنظر ده جبناه زي المنظر دوت، ده اللي كانت عباره عن لابروسكوب، منظار ضغط لابروسكوب. فبيوريني بقى هنا الدرجه الثانيه، بيوريني الدكاتره الفروديان تيوب اليوترس، هنا الفاجينا مش باينه لكن باينه هنا ثابت هنا بالمنظر. اما الابيض ده اللي بيجمع ده مين ده؟ ده الاوفري، ده الابيض ده الاوفري، ده الجولن. ده معناه عندنا في اناتومي اوف ذا سينرجي ايطاليا، سينرجي ايطاليا اند ذا جولن. نبدا اول حاجه الدكاتره دي السينرجي ايطاليا او البلطة. على فكره البلطة مش استراكشر واحد كده بتقول كده لك ده البلطة، ولكن البلطة عباره عن مجموعه من الاستراكشر، مجموعه من الاجزاء، كولكتيف اللي كده كلهم على بعضهم كده بنسميهم البلطة. نبدا الدكاتره اول جزء من البلطة، وهو الجزء دوت اللي بنسميه مونز بيوس. كلمه مونز يعني تصغير ماونتن، يعني مرتفع. كلمه مونز معناها مرتفع، وكلمه بيوبس يعني اوفر لاين اكستنس بيوبس. يعني جزء الدكاتره ده بنسميه مونز يعني حته عاليه كده هو، وبيوبس بنعمل اناتوميكال ديسكريبشن الاناتوم بتاعها من مكانها، مكانها اوفر لاين اكستنس بيوبس، او بنسميها مونز فينيريس. طب ليه بنسميها دكاتره فينيريس دي؟ جايه من كلمه فينيريال، وكلمه فينيريال معناها سيكشوال، يعني هي ليها دور سيكشوال مهم جدا. ايه بقى الدور بقى؟ ان انا دلوقتي رحت كده بصينا دلوقتي اثناء الانتركورس، اثناء الانتركورس، ان هنا في تصادم ما بين الايد والكلين. فلو ايه سيرفيسز مع سيرفيسز، عظم مع عظم بيوجع، فربنا بقى يحط لنا بقى هنا ايه؟ الميل يحط هنا باد وفاء مخده كده، وفي الايد مخده، عشان الانتركورس يبقى ايه؟ يبقى حنين من غير الم. يعني معنى كده ان ليها دور مهم جدا اثناء الانتركورس. It acts as a shock absorber. It acts as a دكاتره coital cushion. كويتال كشف. فاول جزء عندنا اللي بنسميه مونز فينيريس او مونز بيوبس عباره عن كتله من الفات هنا وهنا، عشان التركورس اللي يبقى حنين ما يبقاش فيه الم اثناء التركورس. على فكره برضو اسمها فينيريس قد يكون اسمها جاي من فينوس، جاي من فينوس، وفينوس دي كانت هي لها جمال عبد الاغريق. وبعض الناس بعض الكالشرز يعني بيعتبروا ان هذا الجزء دوت حته كده جميله في الفيميل، يعني ده كانت كده من ضمن الاماكن اللي هي سيكشوال اكسايتنج في الفيميل، اللي هي بنسميها مونز فينيريس او الجزء دوت. الجزء ده بقى دكاتره سبحان الله هو عباره عن فات، مين عباره عن فات؟ حتى في احلى الظروف عند الفيميل لو عامل رجيم جامد مثلا، انا حصل لها مرض عمل لها كاشيكسيا، هذا الفات does not disappear، يعني ده ما بيتحررش من الجسم. طالما اتكون خلاص ما بيطلعش، ما بيخ، ما بتخس، او ما بتعمل اي رجيم، او حصل لها اي مرض، معايا عمل لها كاشيكسيا، هذا البارت داز نوت ابير، معايا اللي داز نوت ابير. فده كده بنسميها ايه؟ بنسميها مونز فينيريس دوت اللي هو مونز فيوريس او مونز فينيريس. السؤال بقى يا شباب، ايه الفرق بين كاشيكسيا وايماشيشن وويستنج؟ تعالى مع بعض كده دكاتره نشوف ايه الفرق اللي كاتبه بين ويستنج وماشيشن وكاشيكسيا. حد يعرف؟ انا قلت في كاشيكسيا ماشي، ايه بقى كاشيكسيا وايه الويستنج وايه ماشيشن؟ ده سؤال كوره. حد يعرف انا كاتبه ايه الفرق بين الثلاثه؟ الويستنج عباره عن ايه؟ عباره عن اتروفي اوف ماسلز، اتروفي اوف ماسلز. ده ما خدته كده مثلا في اليورو، اكيد في الجراحه خدته كده. في النيرف انجري بيحصل ويستنج اوف ماسلز، اتروفي اوف ماسلز. فكلمه الويستنج معناها ان المصري هنا بيحصل لها اتروفي، دي حاجه. الماشيشن معناها ايه؟ معناها دكاتره اتروفي اوف فات، لما يروح الفات بنسميها ايماشيشن. لكن الكاشيكسي عباره عن ايه؟ عباره عن ديسابيرنس اوف فات اند ماسل.
الكشيك سيداتنا هي بتبقى عباره عن ايه؟ جلد على عظم، حتى اتقال كده جلد على عظم، على فكره التشبيه ده فيري اكيوريت. يعني ايه جلد على عظم؟ يعني ايه؟ يعني سكين اوفر بول، يعني جلد على عظم يعني مفيش ماسلز ولا في فات. فهنا سبحان الله حتى اتقال في الكشيك هذا الفار داز نوت ديس ابير. لو جبنا بنت صغيره، بنت صغيره بيفور بيوبرتي، لو جبنا بنت صغيره بيفور بيوبرتي لا هذا الفار مش موجود، ما عندهاش المونث بيوتس، يعني ما عندهاش الكورس بنت صغيره، فربنا ما بيجيبلهاش هذا الفرد. هو الفرد بيظهر امتى؟ بيظهر للكتره بعد البيوبرتي. يعني خلي بالكم ظهور المونث بيوبرتي دي علامه من علامات البيوبرتي. افكركم ببوينت صغيره كده. فاكرين الكتره هرمون الاستروجين؟ لما اقول لك ان الاستروجين ده بيدخل الفات ان كيمينين ارياز، يعني بيدخل فات في البريست، بيدخل فات في الجسم بتاع الكلين، بيخلي شكلها بقى ايه؟ كلين كيمينين ابييرنس. من ضمن الاماكن اللي بيخش فيها الفات هو المونث بيوبرتي او المونث بيوبرتي. يعني الكتلة هذا الفار مش موجود في الفيميل بيفور بيوبرتي وبيظهر مع البيوبرتي. الفات بيترسب مع البيوبرتي ويعمل لها هذا المونز بيوبس او المونز بيوبس. طيب في حاجه برضو غريبه جدا في هذا الفار، رغم ان الفات ده معتمد على هرمون الاستروجين الا ان الهير سبحان الله معتمد على الاندروجين، يعني حتى ميل وفيميل معتمد على الاندروجين. علشان كده هنلاقي في اختلاف واضح جدا ما بين الميل والفيميل في هذا الهير. ازاي؟ بص يا كابتن كده هتلاقي يا كابتن هنا الفيميل الشعر هنا قليل، يبقى هنا كده عامل كده زي تراينجل كده مقلوب، هنا البيز تحت الايه؟ امبليكوس. لكن في بقى دايموند، وهنا يا كابتن يبقى الهير واصل لغايه مين؟ لغايه الامبليكوس بالمنظر ده. يبقى دايموند وهنا قمه الدايموند ده كده المعين ده عند فين؟ عند يا كابتن الامبليكوس. طب ليه الميل بيبقى عنده شعر كتير اكتر من الفيميل؟ ده الاجابه واضحه جدا. الميل عنده اندروجين 10 اضعاف الفيميل. الميل عنده اندروجين 10 اضعاف الفيميل، فبالتالي عنده دكاتره هير اكتر من الفيميل بكتير. طب سؤال بقى، لو احنا دكاتره وجدنا فيميل عندها هير في المكان دوت، يبقى ده ايه دوت؟ خلي بالكم ان 25% من الفيميل يعني ربع الفيميل اللي عندهم هير في هذا المكان ده بيكون نون سيجنيفيكانت، ان سيجنيفيكانت تماما، مفيش اي مشكله. في كيميات كتيره ممكن عندها شعر في هذا المكان ما يقلقوش، طبعا هرمون الهرمونات كلها طبيعه، الهرمونات كلها طبيعيه سوري، يعني كل حاجه كلها نورمال مفيش اي مشكله. لكن بنسبه ثانيه عندهم اندروجين عاليه اللي بنسميه ايه؟ بنسميها هيرشوتيزم. فعلا لو وجدنا هير في هذا المكان قد يكون هنا في عندنا هيرشوتيزم. ويعني ايه هيرشوتيزم؟ يعني هيرشتيزم ده معناها انكريز ميد لاين هير، ده هيرشتيزم. يعني فرق بين هيرشتيزم وهايبر تريكوز، يعني مثلا تامر حسني هايبر تريكوز مشعر، شعر كتير جدا في كل جسم، ده اسمه هايبر تريكوز. امال يعني ايه هيرشتيزم؟ هايبر تريكوز ده ميل اند فيميل، ممكن فيميل مشعره مثلا في ايديها شعر كتير، رجليها شعر كتير، بس عندها هرمونز كلها طبيعيه، ده بنسميه هايبر تريكوز. ودي ميل اند فيميل كونديشن، ميل مشعر او فيميل مشعره. لكن هيرشتيز لا، اتيز ا فيميل كونديشن بس، مفيش مين عنده هيرشتيز. ليه يعني ايه هيرشتيز؟ يعني ايه؟ انكريز ميد لاين هير. هيرشتيز معناها ظهور شنب دقن تشيست هير، الهير في المكان دوت في البطن في المكان اللي تحت الامبليكس بالمنظر ده على الميديال سايد اوف سايز، واخدين بالكم؟ ده اللي بنسميه هيرشتيز. فاهمين يا جماعه الكلام دوت كله؟ مونت بيوبس او البارت من البلده، مونت بيوبس او مونت بيوبس. طيب استكمالا بقى الدكاتره لليله ديت اللي هو هنا بقى عندنا الفات تمام كده والهير اللي هو اكس از ا كويتال كشف، لازم تكمل بقيه الفتحه كلها بقى، واخدين بالكم؟ بالكويتال كشف نكمل بقيه الفتحه كلها بنفس المنظر ده. فهنكمل الدكاتره الفتحه كده داير بيدور كده اهو في شفتين كبار، والشفه الشفتين الكبار بنسميهم ليديا ميجورا، مفردها ليديوم ميجوس، يعني ده كده ليديوم وده ليديوم ميجوس، مفرد الليديا ميجورا. وده سؤال كورن يقول لك ايه المفرد بتاع ليديا ميجورا؟ مفرد ليديا ميجورا ليديوم واحده ميجوس، ليديا ميجوس. ودي عباره عن ايه بعد كده؟ هي استكمال عادي جدا بين الكلام ده كله، عادي جدا. يعني هنا في فات وهنا في فات برضه، ده في ليديا ميجورا، وهنا في هير وهنا في هير المنظر ده. بس كل حاجه سبحان الله فيها ايه؟ فيها فن بقى. ازاي؟ الهير ده يا شباب لو احنا لاحظنا الهير ده هنلاقي ان هو جاست لاترال بس، ما عنديش ميديال هير خالص، مفيش ميديال، هو جاست لاترال بس.
ليه بقى ده؟ اللي بعشقه قالت ان في ليبيا ماينوره، ليه شايفها في ليبيا ماينوره؟ ما ينفعش تشكها، ليبيا ماينوره دي رقيقه جدا حساسه جدا، ما ينفعش تشكها بهير، فعشان هير از جاست لاترال. حتى ترتيب الهير نفسها، تنسيق الهير نفسها في ليبيا ميجوره فيها فن، واخدين بالكم؟ الهير كده لاترال، مفيش ميديا لاترال بس، عشان ميديا ده فيه الليبيا ماينوره ودي حساسه ما ينفعش اشكها بالهير، فالهير از جاست لاترال. نيجي بعد كده لاترال على السكين الموجود ده. يعني ايه سكين؟ يعني ايه؟ يعني ستراتيفايد سكويمس كراتينايت سيل مع هير فوليكلز. وهنا كمان الهير ده والجلد ده لازم حاجه ترطبه وحاجه تلينه، يعني في ايه؟ في عندي سيبيشوس جلاند تلينه ولازم حاجه ترطبه اللي هو ايه؟ السويت جلاند. السويت جلاند هنا ليها طبيعه خاصه على فكره. السويت جلاند في هذه المنطقه اللي هو عند الفالفا وجالي هنا واماكن بيرفيومز عند الاكزيلا ورا الودان يبقى ليها طبيعه خاصه كده بتطلع ماده نفاذه جدا. حتة صعبه شويه. دي بنسميها دكاتره ايبوكراين سويت جلاند. هي مش بس ريحتها وحشه واخدين بالك، لكن زمان لا كانت ريحتها حلوه، زمان مش ريحتها حلوه، ريحتها اكسايتنج جميل. حتى الانيمالز بيعملوا كده، الانيمالز بيشموا بعض كده، واخدين بالكم ليه؟ بيشموا الايبوكراين سويت جلاند ديت، دي بتعمل سيكشن سايتيشن في الليل. فالمفروض بقى ايه بقى الايبوكراين سويت جلاند؟ ليه بسميها ايبوكراين؟ الايبوكراين دي معناها ايبكس تقع مع السكريشن. السكريشن تنزل ومعاها الايبكس، فالليل بقى يقع على الفيميل بقى في اي جبل في اي مغاره في اي حته، يقعد بقى يشبشب بقى. وفي اثر كمان اللي هو الايبكس وقع اثر، يبقى في عنده ريحه اكسايتنج مع الاثر، ويوصل بعد كده الى الفيميل في اي مكان بعيد. فكانت دي مهمه على فكره، ايبوكراين سويت جلاند دي مهمه، دي بتخلي الميل يصل للفيميل، ايبوكراين سويت جلاند. ده الجلد بقى، خلاص في هير وفي ايبوكراين وفي الكاترا سيبيشوس جلاند. تعالى نخش بعد كده على المدفون جوه بقى، الهير اللي جوه الفات اللي جوه. اللي هي ميجوره جواها فات، لكن الفات ده مدفون فيه حاجات ثانيه، خلي بالك، تعالى نبص ازاي. في الابر وان ثيرد اوف ليبيا ميجوره، ابر وان ثيرد اوف ليبيا ميجوره، هنا الكاترا ابر وان ثيرد انسرتد ليجامنت مشهور جدا هناخده باذن الله المره الجايه. الليجامنت ده بيخلي اليوترس يبقى مايل لقدام، بنسميها انتي، يعني انتي الامام، انتي فيرتد انتي فليكسد اللي هو هناخده المره الجايه باذن الله، اللي هو بنسميه اي في اف بوزيشن اوف ذا يوترس، يوترس مايل لقدام. ايه الليجامنت ده؟ الليجامنت ده مبروم على نفسه كده، مبروم، عامل زي مين؟ زي حبل الغسيل بالظبط. بنسمي هذا الليجامنت المدور ده الملفوف ده بنسميه راوند ليجامنت. انا بسميه الليجامنت التنك جدا. ليه تنك؟ ليه؟ هو عامل كده، حاطط ايده وجيبه بالمنظر ده كده، طالع من ايه؟ طالع من الكورن اوف ذا يوترس، من هنا من اليوترس من الكورن، ويمشي الكاتره كده جوه البرود ليجامنت. انا بلاقي في خرم، يخش بالخرم ده، الخرم ده مدخل على الجواينال كانال، فيقوم ماشي جوه الجواينال كانال ويبقى انسرتد في الليبيا ميجورا، في الابر وان ثيرد اوف ليبيا ميجورا. هنا انسرتد ابر وان ثيرد اوف ليبيا ميجورا بالمنظر دوت. يعني جت الليجامنت ده، الليجامنت التانيك دوت طالع من الكورنو، واخدين بالكم؟ ماشي لغايه في البرود ليجامنت ويخش جوه الجواينال كانال في الجزء دوت كده اهوت، ويبقى انسرتد في الابر وان ثيرد اوف ليبيا ميجورا. الليجامنت ده كاتره، الليجامنت ده بنسميه الراوند ليجامنت. طيب الميدل وان ثيرد بقى، الميدل وان ثيرد يعني الاول وان ثيرد اهوت في انسرشن اوف ذا راوند. طيب الميدل وان ثيرد هنا بقى ايه اللي هنا موجود؟ هنا ذكر فيه بقايا المصل اللي موجوده في السكروتوم. خلي بالك في مصل كتير قوي تحت. يعني في ذكر في حاجه اسمها كريماستريك مصل، عارفينها مش عارفينها؟ كان في حاجه بتشد البس ترفعها لفوق كده. كان في ولا خدتهاش في الجراحه؟ اكيد خدتوها. دي مش معايا خالص، كريماستر فيها ذكر دي في الميل بقى في قصه ثانيه. كان في عضله ده اسمها ديتروزر مصل. ديتروزر دي بتاعت البلادر، البلادر دي عباره عن عضله اسمها ديتروزر مصل. لكن السكروتر موجود في عضله ثالثه اسمها ايه؟ ده حد يعرف؟ اسمها دارتوس، دارتوس مصل، دارتوس مصل. فهنا في لوبس اوف دارتوس مصل، يعني هنا في لوبس كده اوف دارتوس مصل. يعني لو قال لك المصل دارتوس مصل موجوده في الليبيا ميجورا غلط. لو قال لك لوبس اوف دارتوس مصل ده سؤال مسكيو، لوبس صح. هنا في لوبس بقايا من الدارتوس مصل بتاعت السكروتر، فهنا في بقايا بس من الدارتوس مصل. العض نفسها مش موجوده، هنا رودومنتري، هنا بقايا منها، شويه فايبرز منها، شويه لوبس منها، فهنا في لوبس اوف دارتوس مصل.
اما البوسي 1/3 ففي هنا جلاند مهم قوي هنشرحه بالتفصيل باذن الله. هذه جلاند بتصب في البيستيريو في الفاجينا. الجلاند اسمها ايه بقى؟ اسمها بارثريت جلاند، موجوده in the posterior 1/3 of labia majora. يعني فاكر خلي بالك الليبيا ميجورا محشيه فات، لكن فات في ستراكشرز وده سؤال اورال مهم. ايه الستراكشر عندنا؟ upper 1/3 round ligament، middle 1/3 loops of darkus muscle، posterior 1/3 عندي هنا في البارثريت جلاند. وفي الثلاثه بقى مدفون هنا بقى في الثلاثه بقى ثلاث اجزاء كده مدفون كده هنا دكاتره كده اهو. حاجه ثانيه كمان في الثلاث اجزاء بقى في الثلاث اجزاء مدفون ايه بقى يا شباب؟ مدفون هنا بصله of the vestibule اللي بنسميها bulb of the vestibule، ودي حاجه سبونج كده عشان تتنفخ اثناء التركورس وتعمل زي اير باك اثناء التركورس، يعني برضه شغال كبوينتال كاشو. اير باك بقى زي العربيه كده ما فيها اير باك، في البلب في اير باك، بس الاير باك دي بنسميها ايه؟ بنسميها bulb of the vestibule. بلب معناها بصله، بصل الفيستيبل، لانها شبه البصله شويه. واخدين بالكم؟ يبقى خلي بالكم اللي هي بيشغل الدكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن جلد. الجلد ده محشي من جوه فات. الجلد ده فيه upper 1/3، middle 1/3، lower 1/3. upper 1/3 في راوند ليجمنت، middle 1/3 في لوبس اوف مصر. posterior 1/3 في هنا دكاتره البارثريت جلاند. اما فيهم كلهم بقى الثلاث ذات عندك هنا في بلب اوف ذا فيستيبل. الحقيقه دكاتره ان الليبيا بتلتقي اماما وخلفا. تلتقي اماما بس هنا بصراحه ده الارتقاء الريمي ده باين زي الشمس ويل ديفايند، رغم ان هو مش كده. لو جبنا اي فيميل شفناها مش كده، ليه بقى؟ لان هنا بيجي المنص يفصل الاثنين عن بعض، ولكن الارتقاء الامامي اللي هو ايه ديفايند في الفيميل بنسميه انتيريور ليبيال كوميشر. وكلمه كوميشر معناها كوميونيكيشن، جاي من ارتقاء كوميونيكيشن كوميشر، وده مش مكتوب عندك في الكتاب. ليه؟ لان هو ايه ديفايند، لكن واضح بجد فعلا هو ده. ده اللي بنسميه posterior labial commission، الارتقاء الخلفي ده اللي واضح بجد. labial commission الخلفي ده اللي باين، ده واضح. لكن ده اللي ايه ديفاينشال مونت بيطلع يفصلك الاثنين ليبيا عن بعض. شوف الكاتا ده اللي بقول لك عليه ده البلط اوف ذا فيستيبيول، هو ده اللي هو في الثلاثه بتاعت مين؟ بتاعت الليبيا ميجورا، البلط اوف ذا فيستيبيول بالمنظر ده. البلب ده موجود في كل الليبيا ميجورا، بلب اوف ذا فيستيبيول مدفون جوه الليبيا ميجورا. طب ده بص يا كابتن بقى المنظر ده الراوند ليجمنت اهو، شايفين؟ اللي ماسك الابر 1/3 اوف ليبيا ميجورا. اللي طالع من الكورن ده اليوترس اهو، دي بلادر. طالع من الكورن هنا، الكورن ده اللي هو عند دخل الفلوبيان تيوب. دخل الفلوبيان تيوب بنسميها كورن. زي ما قلت لكم المره الثانيه ان شاء الله المره الجايه باذن الله في الاناتومي 2 باذن الله. طالع من الكورن هنا ويمشي جوه البرود ليجمنت. فجاي يخش المسافه دي كلها جوه الانجوينال كانال، جوه الانجوينال كانال، ويبقى هنا انسرت هنا في الابر 1/3 اوف ليبيا ميجورا. ده الفكره الراوند ليجمنت ماسك الابر 1/3 اوف ليبيا ميجورا. طيب نيجي بعد كده بقى الفكره جوه بقى الليبيا ميجورا في شفتين كمان صغيرين بنسميهم ليبيا ماينورا، مفردهم الفكره الليبيا ماينورا مفردها ايه؟ ليبيا ماينس، ليبيا ماينس. طيب دي بقى ايه القصه بتاعتها؟ دي اللي فيها ثلاث كلمات مهمين جدا جدا لازم تعرفهم كويسا. ثلاث كلمات مهمين في الليبيا ماينورا ان هم اصغر ومكرمشين وحمر. اصغر ومكرمشين وحمر. اولا الفكره اللي هم ليه اصغر ومكرمشين بقى؟ هم اصغر ومكرمشين علشان مفيش جواهم فات. الفات موجود جوه الليبيا ميجورا، الليبيا ميجورا ده عامل زي ايه؟ زي كيس مخدن مليان. واخدين بالكم؟ معايا المحشي بقى فده هنا تخينه شويه جواها فات، لكن ليبيا ماينورا اصغر ومكرمش ليه؟ عشان ما فيهاش فات من جوه، فاضيه من جوه، فاضيه من جوه، فهي اصغر ومكرمش ما فيش جواها فات، عشان هي اصغر من ليبيا ميجورا. طب ليه لونها احمر ليه بقى يا دكاتره؟ لو فهمنا ايه الفانكشن اوف ليبيا ماينورا هنفهم هم ليه حمر. بصوا بقى الليبيا ماينورا واحده من ثلاثه ايروتيك زونز ان ذا فيميل. يعني رقم واحد عندنا ايروتيك زون اللي هي اكسايتنج زون في الفيميل هو الكليتورس. ده حسيت الكليتورس ده حسيته عامل زي الكورنيا بالظبط، حساس جدا الكليتورس دوت. فهنا رقم واحد عندنا هو مين؟ هو الكليتورس اللي هو ده الكليتورس دوت. رقم اثنين هي الليبيا ماينورا بالمنظر ده كده، فهي حساسه. في رقم ثلاثه على فكره بس ما نخش كده 4 سم من عند جوه في الانتير وول، الانتير وول كله 8 سم.
بتاع الفاجينا في نص بالظبط في الانتير وول بس فوق كده في بوينت كده اسمها جي سبوت. هذه جي سبوت موجوده بعض الفيميلز ومش موجوده بعض الفيميلز الثانيه. وعلى فكره الوصفه مش تكاثر الوصفه هم الامريكان بروستيتيوتس هم اللي وصفوا الجي سبوت. ما لو دي حاجه كده حاجه اكسايتد في المكان ده ولو ان في ناس كده عم يحصل لهم كده واخدين بالكم دي اكسايتد ليهم فعلا. ده هو اللي احنا ما وصفناش ومش ما بنلاقيش كورليشنز. جي سبوت دي لسه حتى الان قلت لك موجوده او مش موجوده ما نعرفش لسه ما اتاكدناش واخدين بالكم. لكن دي ثالث مكان اكسايتنج زون في الفيميل بعد الكريتوريس وبعد الليديا ماينورا واخر حاجه يمين هي الجي سبوت. طب ليه حمر ليه بتاكله؟ لانه حمر لان ما فيهمش الجلد المين اللي بنسميه كيراتين. الجلد موجود فين؟ موجود بتاكله في الليديا ميجورا موجود في المونز ده جلد ده كده مش جلد شايلنا منه الكيراتين كله. ما ينفعش حاجه ما يتعمل اكسايتيشن ما ينفعش واخدين بالكم. فهنا ما فيهاش كيراتين ده عباره عن استراتيفايد سكويمس نان كيراتونايزد ايبيثيليوم ما عنديش كيرات ما عنديش هنا ولا شعر نو هير فوليكل في الليبيا ماينور في الشعر في الليبيا ماينور خلي بالك. فهنا الداتا ده هنا نوت كفرد باي كيراتين شايف لونها ايه لونها احمر شويه نوت كفرد باي كيراتين كده لونها محمر شويه. الليبيا ماينور دي الداتا بقى بتتقسم قدام الى تو ليفلتس باليمين وبالشمال ويتقابلوا بقى اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض عشان انكلوز يحتوي كليتوس. الجزء ده بيوجع لو اتلمس بيوجع وبيغطوه بقى فتلاقي من فوق بيغطوه كده كده بالشهد ده الشهد ده كده تمام. ده اللي عامل زي مين بيس كده مين بيس برده كده الانسر كابسايز عليه برده غشاء كده اللي بنسميه بريبيوس. وكان بريبيوس دي معناها غطاء بريبيوس دي معناها كاب. فهنا في كاب عندنا اللي هو اسمه بريبيوس. ومن تحت كده كتره كده هنا برده كده افلام من تحت معايا من تحت زي اللي جنب ده الحصان كده فبنسميه فريلم. يعني كده ده اللي باين منه بس هو وشه بس زي واحد كده جاي كده الكتره جاي لابس الرين سوت بتاعه فلابس عليه كاب كده وقافل السوت من قدام كده بالمنظر ده اللي هو وشه بس اللي باين. الكاب ده بنسميه بريبيوس والقفله دي بنسميها فريلم بالمنظر ده. والحته الواضحه بس هي دي وشه فقط لا غير اللي بنسميها جلانس جلانس اوف ذا كليتوريس. طيب تمام. بيتقابل بقى اللي فاكرك الليبيا ماينورا ورا هو الليبيا ميجورا كان اسمه ايه دوت؟ بوستيريور ليبيال كوميشن. لكن هنا الدكاتره اسم تاني اسمه فورشات وفورشات جايه من فرنش اوف فور يعني فور فورجيت فورشات واخدين بالكم. فهنا الدكاتره فرنش اوف فور فورشات فورشات دي الدكاتره هو التقاء الليبيا ماينورا. بص بقى الدكاتره بقى طيب خمس دقايق كده بس خلاص حلوين مش اوكي معايا يا جدع. بص يا جدع بقى الفرشات دي يا جدع خلي بالكم الفرشات دي يا جدع كده عامله زي كده بالظبط ده الفرشات وده الهايمن بالمنظر ده كده. فالهايمن ده يا جدع مع الفرشات دوت كده دوت هنا كده 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 في فصه بين الاثنين هذه الفصه تكون قارب فبنسميها فصه نابيكولاريس يعني ما بين الهايمن وبين يا جدع اللي هنا الفرشات هنا كده هوريلكم كمان حالا دلوقتي كده في حته داخل جوه كده شويه دي بنسميها فصه ناديكولار. طبعا انتر كورس الاولاني مع انتر كورس الاولاني بيتقطع الهايمن وبيتقطع الفرشات كمان يعني الهايمن والفرشات بيتقطع وبالتالي هتختفي الفصه ناديكولاريس. يعني معنى كده الفصه ناديكولاريس is only present in versions بس. طب بص كده يا شباب كده بص كده هنا كده مين ده هنا بص ادي كريتوريس هو بيترسم اهو ده كريتوريس. بص كده يا شباب ده انقسام الليبيا ماينورا بالمنظر ده بنقسم كده واللي فوق يتقابلوا مع بعض الناحيه دي والناحيه دي يتقابلوا مع بعض اللي فوق واللي تحت. اللي فوق بيبقى اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه بريديوس اوف ذا كليتوريس زي ما فيه البينيس برضه. طب واللي تحت اسمه ايه هنا؟ لجام اسمه فريملم يعني لجام ده في موجود من تحت. طب من ورا خالص اسمها ايه هنا؟ اسمها فورشات. حلو الفورشات اللي دكاتره مع الهايمن بيعمل ايه؟ فصه ناديكولاريس. بص كده المنظر ده كده اهو بص اللي كانت المنظر ده الفرشيت اهو ده التقاء الليبيا ماينورا ده الهايمن هنا اهو واخدين بالكم. هنا كده تلاقي هنا كده في هنا حين حته كده هنا لو دخلنا هنا هنا في كده ايه؟ فصه كده اسمها فصه ناديكولاريس اللي هي دي هي دي فصه ناديكولاريس دي كانت بريزنت ان فيرجنز اللي اسمها فصه ناديكولاريس
ليه؟ ده الفرشت ده شايفينه دوت وده الهايمن ما بين الاثنين اهوت فصلة الكلاريس لما هام بتقطع والفرشت بتقطع تختفي الفصه نادي كلاريس. نيجي بعد كده الكاتب بقى على ستراكشر فيري امبورتنت اللي هو كليترس. على فكره كليترس دوت اسمه مختلف في ديفرنت لانجوجز. يعني ايه؟ يعني هو الكاتب بعض اللانجوجز معناه ذا كي المفتاح ان هو ذا كي فور فيميل سيكشواليتي. بعض اللغات الثانيه اسمه ذا هيدن المستخبي ان هو كله مستخبي اللي باين ايه بس؟ اللي باين الجلانز بس ده اللي باين حتى الراس بس دي اللي باينه واخدين بالكم؟ فهنا بنسميه ذا هيدن مخبيها مين؟ الليبيا ماينور. الهاي الكريتس ده دكاتره عامل زي يكون انسان كده واقف كده بالظبط ليه دماغ وليه بادي وان ليه روتس وكلمه روت ان لاتن مينز كراس فليه كراس وكراس ليه اتنين كروره زي الافلام كده كان ليه كروره والكراس وكراس قبله فيه بادي والبادي ان ليه جلانس طول البادي قد ايه؟ من 2 الى 3 سنتيمتر. وعلى فكره الرقم ده رقم السر كله في اي طول في البلبه اي حاجه لك طولها في البلبه قد ايه؟ من 2 الى 3 سنتيمتر اي حاجه يعني اقول لك اي حاجه طولها قد ايه؟ طول 2 3 سنتيمتر ما عدا اليوريثرا واخدين بالكم؟ يعني اقول لك طول مثلا في البارك للضغط 2 3 سنتيمتر المسافه ما بين الكليتوريس واليوريثرا 2 الى 3 سنتيمتر طول البادي اوف ذا كليتوريس 2 الى 3 سنتيمتر بيحصل له اريكشن الكليتوريس بيكبر 3 تايمز بيوصل من 6 الى 9 سنتيمتر لما يحصل اريكشن للكليتوريس ذا اونلي فيزبل بارت في الكليتوريس هو مين يا دكاتره؟ هو الجلانز بتاعه. طب بص كده يا دكاتره طبعا ده ميجور اريتيف زون ميجور ذا هايلي سبلايد باي نيرف فايبرز زيه زي البيس بالظبط نفس نيرف فايبر بالظبط نفس الكاونت بالظبط ما هو ملاحظة الفرق في السايز هنا السايز اصغر كتير وبالتالي هو مور سنسيتيف عن البينس. بص كده يا دكاتره كده ادي دكاتره كده الكريبس جاي منين بقى؟ بص يا شباب طبعا انتوا عارفين ديت هنا دي مين دي؟ ده السيمس بيوبس تمام وده هنا السوبيريور بيوبيك رينوس وده الانفيريور بيوبيك رينوس اللي بيقابله بعد كده اسكال رينوس ويروح بعد كده اسكال كيبروستي. طيب وهنا برضه مين هنا على فكره ده انفيريور بيبيك ريموس اللي هما الاثنين مع بعض بيكونوا مع بعض بيكونوا السب بيوبيك انجل او بيبيك ارش. فهنا على فكره دوت هنا كراس اوف وهنا كراس اوف تمام كده بيتقابلوا مع بعض الاثنين بيتقابلوا في بادي والبادي بتاع الكليترس ده مش زي البيس بيس اريكت كده لكن ده نايل كده معقوف كده وهذا البادي ان جين جلانز ليه معقوف؟ يعني هو بص كده مايل كده ده ان جين جلانز دي جلانز زي بالمنظر ده ودي الحته الوحيده اللي باينه منه ان هو مايل كده ودي الحته الوحيده اللي باينه منه دي اهي بص كده دي الكروره اهي ده كراس وكراس ده وبعد كده بادي وان جين جلانز بالمنظر ده وهي سبلاي باي نيرف اند فيسلز. طيب بص يا جماعه نفس القصه برضه نفس السلايد برضه هنا الدكاتره هنا دوت السيمس بيوبس واخدين بالكم وهنا في بيبي كريموس وهنا انتيريور بيبي كريموس الكراس طالع من الاثنين بيبي كريماي يبقى كده البادي البادي معقوف كده اهو مرمي كده واخدين بالك بس ممسوك على فكره في ليجامنت الليجامنت ده بنسميه ليجامنت المعلق اللي معلق مين الكليترس بنسميه ده سسبنشن يعني معلق سسبنسري ليجامنت اوف ذا كليترس وهذا اللي هو كليترس بينتهي او البادي بينتهي مين ذا جلانس بالمنظر ده. طيب بصوا بقى شباب كده دوت بتكون ايه كليترس بقى؟ بتكون من اثنين كوربورا كافرنوزم يعني هنا في هنا كده جاي هنا كوربس كافرنوزم ويا بقى الخط الثاني هو كوربس كافرنوزم بيكون ايه؟ خدنا مقطع فيه اثنين كوربورا كافرنوزم. طب سؤال يا شباب في ظل طبعا معرفتنا اكيد يعني ان هذا الكليترس ده مرادف للمين بينس تمام للمين بينس طب المين بينس حاجه زياده عن كده كمان؟ هنا في مين بينس في كمان كوربس اسبنجوزا اللي ماشيه فيه كمان يوريثرا لكن ده مش موجود في كليترس يوريثرا في مكان تاني يوريثرا هنا وهنا في اثنين كوربورا كافرنوزا بس معايا بيتقابل هنا في البادي بالمنظر ده كده خدت في مقطع اثنين كوربورا كافرنوزا ايه الفرق يا جدع بين كوربورا كافرنوزا او كوربس كافرنوزا وكوربس اسبنجوزا هل الفرق بين الاثنين؟ في فرق يعني كوربس كافرنوزا من اسمه كافرنوزاس يعني فول اوف
وكادر كادر يعني full of keys، مليان فراغات، مليانة دم، يعني ده دمه يأكتر علشان يعمل إريكشن. لكن كوربس بنجوزم مليان هواء أكتر. طب ليه قلت محمد هنا هواء وهنا دم أكتر؟ هنا دم أكتر علشان خاطر يحصل إريكشن، هنا هواء أكتر عشان ما يعملش كومبريشن على اليوريثر. سبحان الله، ربنا خلق ده هواء أكتر. لو ده فيه دم يقفل اليوريثر، ده مفيهوش دم، فيه هواء، لكن هنا فيه دم عشان يعمل إريكشن. أنا هنا طبعا مش محتاج هنا اليوريثر في حاجة، مفيش يوريثر هنا أصلا في الكليتوريس، فهنا بس فيه اثنين كوربورا كافرنوزا عشان يعملوا إريكشن للكليتوريس فقط ذلك. يبقى هنا عندي هنا في كوربورا كافرنوزا اللي هو فول اوف كيبز مليانه بلاط، اما كوربس بنجوزا بتاع الميل مش موجود في الكليتوريس اللي هو مليان هواء عشان ما يعملش كومبريشن على اليوريثرا. طيب نيجي بعد كده بقى دكاتره، بقى نيجي بعد كده على حته مهمه جدا، وده سؤال ام اس كيو اللي هو الفيستيبيول. يعني ايه فيستيبيول؟ يعني فيستيبيول يعني باب، مدخل، ده المدخل، ودي ده اريا، ده الفيستيبيول. بص يا دكاتره كده، امشي كده مع الريد دوت المرسومه دي اهو. بص اللي فات ده الفيستيبيول، بص كده نمشي معاك كده اهو، ده الفيستيبيول، بص دي يا دكاتره حدود الفيستيبيول اهو بالمنظر ده كده. بص هي دي، معايا يا دكاتره اهي. بص يا دكاتره، بيكون الفيستيبيول بقى بيكون اربع باوندريز وبيبدا فيه اربع فتحات، أربعة باوند اللي هو مين؟ أربعة باوند اللي هو مين؟ كليتوريس والكفرنجز، من ورا مين؟ الفرشات، وعلى جنبين مين هنا؟ على جنبين الليبيا ماينور، ده يا دكاترة الفيستيبيول. يبقى في أربع فتحات، مين أربع فتحات بقى يا دكاترة؟ يوريثرا وفاجينا الكبار، وأي فتحة كبيرة اتعودنا لازم في جلاندز بنخدم عليها، زي البق كده، في سليفري جلاندز، نفس القصة، يوريثرا في جنبنا في جلاندز تفتح عليها سلطتها، خدم عليها والجلاندز دي. اسمها ايه بقى؟ اسمها عباره يوريثرال جلاندز اوف سكين. نسى عندي اسكتلندي بتاع نسى اولادك اسمه سكين، سكين ده عالم نسى اولادك اسكتلندي. عباره يوريثرال جلاندز اوف سكين. اما كترة الفاجينا بيخدم عليها التو جلاندز كبار اللي هم مين بقى؟ بارترين جلاند. بالنسبه للعالم الدنماركي بتاع اناتومي اسمه كاسبر بارترين، اللي اكتشف بعد كده بارتنج ايه؟ بارتنج جلاندز. فهنا وهنا بارتنج جلاندز، هنا وهنا سكين جلاندز، ودي اليوريثرا ودي الفاجينا بالمنظر ده. فالفيستيبيول عباره عن اريا، واريا دي لوحدها الكلمه دي ام اس كيو، اريا. اريا اللي كانت عباره عن اريا اللي هي اربع باوندريز وهنا فيها اربع فتحات، اربع باوندريز كليترس كفرنجز، من ورا في فورشيب، على الجنبين في ليبيا ماينورا. اربع فتحات يوريثرا وسكين فاجينا وبارتنج جلاندز. بص دكاتره كده، ادي مين دول؟ بارترين جلاندز، وده مين ده؟ فاجينا، ومين دولت؟ سكين بارترين جلاندز، ودي في النهايه مين؟ يوريثرا ميدس في النهايه. طب مين بقى كده على اليوريثرا بقى؟ بص بقى دكاتره اليوريثرا بقى، اليوريثرا على فكره بتفتح في الفيستيريول وعلى جانبيها بارا يوريثرا جلاندز اوف سكين. طب طول اليوريثرا قد ايه؟ الناس كلها عندها في المستشفى هيبقوا مبسوطين جدا لو قلت لهم طول اليوريثرا من 3 ل 4 سنتيمتر، ما عدا الاستاذ الدكتور ابراهيم سامح عايز يسمع اليوريثرا طولها قد ايه؟ هو ده 3.8 سنتيمتر. طبعا عارف تقول لي طبعا طويله صغيره، طب ما يبقى في فرق، انا معاك بس هو عايز يسمع الرقم ده، هو عايز يسمع 3.8 سنتيمتر، هو عايز يسمع كده طول اليوريثرا في الكلمتين 3.8 سنتيمتر. طبعا ده مش صح، مش صح الكلام ده، لكن احنا عايزين، هو عايز يسمع كده 3.8 سنتيمتر. اليوريثرا على فكره از لايند باي ايه بقى؟ ايه نوع اللاين بتاعها؟ لايند باي ايه يا شباب؟ لايند باي جايبها هنا بتبقى من البلادر، فلايند باي ترانزيشنال ايبيثيليوم، ترانزيشنال على اخر فرد، تعوزها دايما اخر فرد في اي فتحه لازم يكون ايه؟ استراتيفايد سويمس نان كيراتينايز ايبيثيليوم. يعني خلي بالكم يا شباب ان هي لايند باي ترانزيشنال، على الجزء الاخير لايند باي ايه يا دكاتره؟ استراتيفايد سكويمس نان كيراتينايز ايبيثيليوم، زي مين؟ زي الليبا ماينورا، مع نفس الكلام بالظبط، زي الهايمن بقول لك كمان شويه، زي الفاجينا، زي جزء السيرفكس نفس اللايننج اللي هو استراتيفايد سكويمس
non-keratinized EBC. دي الأجابة الثالثة بقى على استراكشر مهم جدا 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 عند الناس الهايمن ده واخدين بالكم؟ الهايمن ده دكاترة نسبة إلى إله الزواج عند الإغريق هايمنايز هايمنايز هو إله الزواج عند الإغريق جه منه بقى دكاترة اسم الهايمن الهايمن ده دكاترة هل هذا الممبرين لو الممبرين ده هل هو فاسكولار ولا ايه باسكولار؟ هل هو باسكولار ولا ايه باسكولار؟ لو قلت لي باسكولار لا مش صح ليه؟ اللي هو في بلاد بس فيري تايني بلاد بس بلاد بس قليله جدا 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 ما نشرح عليه باسكولار. لو قلت عليه ايه باسكولار اقول لك برضه غلط ما ينفعش الدكاتره في سوفت تيشو يعيش من غير بلاد بس. طب نعمل ايه يا دكتور بقى؟ لازم تقول لي كده ان هو ريلاتيفلي ايه باسكولار يعني هو ناحيه الايه باسكولار يعني هو الاثنين بس مور ناحية الـ A vascular فهذا membrane is relatively A vascular membrane relatively A vascular membrane هذا الهايمن ده يا شباب partially closes الـ vaginal orifice اهو هنا في opening ينزل منها البلط بالمنظر دوت هو عبارة عن very same membrane covered من ناحيات والناحية الثانية بالـ same type او في البيتيريا بتاع الليبيا ماينور زيه زي الفاجينا اللي هو ايه دكاتره استراتيفايد سكويموس نان كيراتينايز اي بي سي الهايمن ده دكاتره ليه اشكال كتيره تعال بص ازاي كده ده شكل ده كومن في المصريات الشكل دوت اللي هو بيسميه كريسنتك كريسنتك يعني هلالي لكن دكاتره المور كومن في الموست كومن يعني هو المنظر ده اللي هو انيلر الاهل الموست كومن الانر ده موست كومن او ممكن يكون كريسنتك بالمنظر دوت او قد يكون سبتيت سبتم اهو ده الهايمن وهنا اوبننج ينزل بلاد وهنا ينزل بلاد بالمنظر ده وممكن يكون بقى دكاتره مشكله بقى المنظر ده بقى مشكله كبيره قوي اللي جاله في الامتحان اللي فات ايه المنظر ده عباره عن ايه؟ الهايمن هاز نو اوبننج فتاتي بلوش بلشنج ممبرين عباره عن هايمن وراه بلاد اولد بلاد المنظر ده اللي هو لك نشوف ايه في الاكزامينشن بلوش بلجنج ممبرين اللي هو الهايمن مفيهوش اوبننج اللي بنسميه امبرفوريت هايمن في ناس برضه حظها مهبب برضه ازاي؟ ما بقاش عندها هايمن خالص ما عندهاش هايمن على الاطلاق معايا دكاتره ودي مشكله ثانيه ما عندهاش هايمن خالص مش مثل مقطوع لو مقطوع بيبان هنا مفيش هايمن خالص معايا في بعض التيميلز ما عندهمش كونجنتري ابسي برضه مشكله يعني ده مشكلة عايز عملية ولو مفيش هايمن خالص برضه مشكلة هو دي بقى ما عندهاش هايمن تماما طب في بقى كلام بقى دكاترة منتشر قوي اللي هو قسم بقى دكاترة البلاد اللي بينزل بقى أولا خلي بالكم أول انتر كورس بنسميه دي فلوريشن يعني التمرينة بتبقى واقفة كده الفلور بتاعها اللي هو الهايمن لما يتفتح بقى اسمه دي فلور هو ليه سميناه دي فلوريشن التمرينة بتبقى واقفة كده الفلور بتاعها من تحت دكاترة والهايمن لما يتفتح بقى اسمه دي فلور دي فلوريشن طب السؤال بقى شفنا يا دكاتره بتيجي كلمه كلام بقى اللي هو ايه الافلام بقى اللي هي المصريه الواطيه دي اللي جابت لك منديل و... في حاجه كده في كلام كده على فكره ده بيحصل على فكره الكلام دوت ميديكال ليجال اللي بيحصل وان هو بعد الفرح يعمل القصه دي والافلام دي اه بتحصل دي حقيقي موجوده عندنا عشان هو يدل على الكيمنت يعني كويسه وكلام زي كده فالفكره يا شباب ان هو في بلاد بينزل مع دي فلوريشن بلاد قليل قوي لو على قد الهايمن بس مفيش دم لو على قد الهايمن بس لو انا ريلاتيفلي ايه بس مفيش دم هما الدم يا دكتور ده المنديل ده بيجي منين؟ مش من الهايمن من الفرشات من الفرشات الدم ده بيجي من الفرشات الدم ده اللي بينزل ده كتير ده شويه ده من الفرشات لو على قد الهايمن بس معانا فتره مش هينزل دم الدم بيجي من الفرشات طبعا بقى هنا في قصتين مشهورين جدا اول قصه منهم مشهوره الواحده اللي تيجي يا دكاتره يوم الجواز بقى كده ويجينا بقى غرقانه بدمها واخدين بالكم دم كتير جدا جانا في المستشفى الدم البسيط دي فلوريشن الدم الكتير اللي بنروح المستشفى وادينا لها دم وعايزه عمليات اسمها دي فلوريشن انجري دي فلوريشن انجري ايه القصه بتاعته؟ الدم الكتير ده يا دكاتره حاجه من ثلاثه
اول حاجه بقى زي ما جه فيلم كده التمثيليه اللي جت سنه فاتت رمضان اللي هو زواج القاصرات، شفتوها يا جماعه كده؟ تمام، برافو عليك. يعني تمثيليات ولا بس عارف انا اتفرج عليه النهارده مش اتفرج عليه، لا تمثيل ولا ماتشات، طب بتعملوا يا جماعه مش عارف بقى. يعني مش مشكله ده. ماشي، فالقصه كانت بقى لو في بقى كده ايه ديسكور بوش النيل معانا دكاتره واللي ايه الكبير الصغير، فالاختلاف ده في الحجم ده ممكن يعوض، واخدين بالكم؟ فممكن يحصل كده، ممكن يحصل تروما سيفير تروما، واخدين بالكم يا دكاتره؟ فده القصه كده. فممكن لو في ديسكور بوش، وده على فكره اندر حاجه، ده اقل حاجه. وما ايه الاكتر منه بقى؟ الاكتر منه يا دكاتره بنشوف بقى احنا لان الواحد ما رضاش يجي حالات كتيره كده اللي بنسميها دخله بلدي. ايه بقى الدخله البلدي بقى ديت؟ دكتور صديقي معلش كان دخلتها بلدي. افهم انا بقى. يعني ايه دخله بلدي؟ يعني ايه؟ بيجوا دكاتره الام والحمام. شوف كده البنت ديت يعني الهايبر انتاك. اللي هم بيفتحوا دكاتره هايبر في نفسهم. يعني ارتفيشال ديفلوريشن. باي حاجه حاده، باي حاجه حاده. بمطوه، ببشله، بمشرط، واخدين اي حاجه. بيبقى الحمام مش واخده بالها بقى. نخله كده وفتحه كده وخلاص، تفتح كده واخدين بالك؟ فبتعور جامد قوي. هما كده، دي بقى اكتر حاجه تعمل فعلا ليدنج جامد جدا. ساعات برضه على فكره بيحصل وده ان يوجوال، ده انكومن قوي، ان هو الدكاتره يكون في مالفورميشن في هذا الهايمن، ان يكون في لارج بلاد فيسل في هذا الهايمن، لارج بلاد فيسل. فلما بيتعور بينزل كده، عايز بقى ابص كده ان هم قافلينه. يعني هنا دي الاسباب بيحصل فيها نزيف جامد مع الديفلوريشن. either disproportion او يا دكاتره artificial او لو كان في unusually في large blood vessel في هذا الهايبر. العكس بيحصل بقى، ايه العكس؟ ما ينزلش دم خالص. وده وارد. اول حاجه اللي يكون العكس بقى، الميت بقى الصغير المره دي، واخدين بالكم؟ فالاوبننج ده بيحصل تفاوت في الاوبننج ده من غير ما يعوض الهايبر. او هنا في large opening وده very uncommon معايا. المهم كمان بقى عنه ان يكون في حاجه اسمها الاستيك هايمن. يعني ايه الاستيك هايمن؟ يعني ايه الهايمن ده؟ فكره بيستحمل كذا مره انتر كورس من غير ما يتقطع. في ناس بيجي لنا كده، وحتى الميل ممكن يعرفش يعمل ديفلوريشن ويجي للدكتور هو اللي يقطع الهايمن ده، فيري الاستيك، واخدين بالكم؟ فبيستحمل كذا انتر كورس من غير ما يتقطع، بنسميه الاستيك هايمن. يعني ممكن يحصل بيدنج سبير او ممكن ما يحصلش بلاد خالص على الاطلاق. الهايمن ده يا دكاتره ده سبحان الله موجود في حاجات كتير قوي. موجود فيه مثلا الراتس الفيران الكبيره اللي عندها هايمن سبحان الله، في الانيمال الجنان اللي عندهم هايمن، في الابقار عندهم هايمن سبحان الله. ليه بقى؟ الله اعلم. هل يعني انفكشن مثلا حاجه كده ايه غريبه شويه؟ على فكره ما تعورش بقى ايه القصه بقى اللي هي الميه بتاعت الشطافه والحاجات ده ما بيتقطعش كده. هتقطع في حاجتين في انتر كورس مع الدكاتره، يا اما بقى بدع بقى ايه جمباز مثلا تفتح رجليها كتير بقى دوت تفتح المقص بقى كده ده ممكن يتعور، او تركب عجل كتير ممكن يتعور ساعه. لكن غير كده لا، دي كانت عوار الهايمن. بص يا دكاتره هو بيتعور بعد اول انتركورس، لكن بيتدمر بعد الدليفري. بعد الدليفري بقى تلاقي في بقايا كده، تلاقي في بقايا كده، بقايا بنسميه ايه؟ كارانكلي. يعني ايه كارانكلي؟ كارانكلي معناها لحميات، لحميات. مايرتي يعني مالتيبل فورمز الاشكال. تلاقي كده نوبس كده لحميات متعدده الاشكال، يعني هنا بعد الدليفري بتدمر تماما، بيبقى ايه ريمننتس كده، زوايد كده، اسمها كارانكلي يعني لحميات متعدده الاشكال، مايرت يعني مالتيبل فورمز الاشكال، لحميات متعدده الاشكال. دي بعد كده نرجع على استراكشر تاني. فاكرين يا جماعه الاستراكشر دوت؟ البالب اوف ذا ريستريوس. وقلنا البالب ده عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن سبونجي تيشو. سبونجي تيشو ليه؟ عشان يحصل اريكشن واكسيتيشن بيتنفخ. يتعمل بقى زي ما يكون ايه؟ زي ما يكون اير باج في البلد. زي ما يكون اير باج. دي اتاكد هنا اير باج في البلد. طب السؤال بقى المهم قوي، احنا عارفين اتاكد كل حاجه وايه اللي مرادف فيها في الميل؟ يعني كليتوريس بيلس، الليبيا ميجورا سكروتا، الليبيا ماينورا الحساسه دي يا دكاتره الفنترال اسبكت اوف بي، بس اريكشن كده الفنترال اسبكت. تلاقي حتى الميل عنده الفنترال اسبكت حساس. هو اقل من الجلانس، اقل سوري من الجلانس معايا دكاتره، لكن هو حساس. ده ليه ما ينور ما حساسه برضه الفنترال اسبكت اوف بينس حساس. الدورسال لا. يعني الدورسال هنا لا، لكن الفنترال اسبكت حساس. واخدين بالكم؟ طب هنا بقى اللي هو البالب اوف ذا ريستريوم. ده بقى دكاتره دوت
ده بيساوي في الميل بقى. على فكرة البلب ده بيساوي في الميل هذا الكوربس اسبوجيوزي. خلي بالك طب يا دكتور محمد ازاي ده كوربس واحد وجواه اليوريثرا وهنا في اثنين بلب؟ سؤال يا دكتور، ايه اللي بيحصل في الميل اللي ده بيجورا؟ فيوجن. برافو عليك. هنا برضه نفس القصه، وبيحصل فيوجن في الليبيا بيجورا، بيحصل برضه فيوجن في مين؟ في البلب او الدستريول. هنا وهنا يحصلون فيوجن، هنا وهنا فيوجن، وفي النص هنا في مين؟ في اليوريثرا. فهم بيلحقوا مع بعض يا كاتلة. يعني معنى كده ان ده بيلحق مع ده، يعني ده كان عباره عن جزئين جزئين كده. لما لحم يا كاتلة البلب من الناحيه دي مع البلب من الناحيه الثانيه لحمه، وخد مين في النص؟ اليوريثرا في النص. يعني اوعى تنسى ان البلب او الدستريول ده يا كاتلة مرادف للكوربس السبنجوزا في الليل. وهنا في اثنين وهنا في واحد، ليه؟ لحم حصل فيوجن بين الاثنين وعملوا فيوجن، راحوا واخدين مين في النص هنا كمان؟ خدوا يا كاتلة اليوريثرا في النص ما بينهم، فعندنا في كوربس واحد وماشي جواه اليوريثرا. فده مرادف للليل كوربس السبنجوزا. حتى تلاقيه حتى بص كده ماسك، بص مين؟ الكليتوس. ان هو في الليل جواه، خش جواه. هو ماسك حتى هنا في كليتوس، بص يعني ده وده بيتجمعوا مع بعض كده اسمه ايه؟ الكليتوس. عشان ده في الليل بيبقى جوه البينس، حتى ماسك الكليتوس ان هو بيبقى جوه البينس في الليل. دي بقى كده بقى تيجي بعد كده هو ده البلب، ده البلب اوف ذا ديستريبيوت. نيجي بعد كده بقى بص كده الميل اهو، كوربس سبنجوزم، كوربس سبنجوزم، كوربس كابرنوزم، وجوه مين ده؟ يوريثراي. ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن البلب اتجمعوا مع بعض خلاص، وخد اليوريثرا في النص ما بينهم. بقى المنظر ده كده، ده مقطع في الميل بينس. دي بقى الفكره بقى، دي بقى كده الفكره، دي جلاندز مهمه قوي. دي جلاند ديت صغيرين دول اللي بنسميهم بارفرين جلاند، نسبه لعالم دنماركي اسمه كاسبر بارفرين، كان بتاع اناتومي ولقى الفكره في المعيز والاغنام. هو لقى في المعيز والاغنام، دور عليها في الانسان لا. يعني دي اداه خلي بالكم ديت لقيناها في الكاتلز والجوز، ولما ضاع عليها في الانسان لاقى بعد كده اللي هي بارفرين جلاند. هذه الجلاندز لما نبص عليها تكوينها كده لها ايه؟ برانشت، بالمنظر برانشت، بالمنظر ده كده. بنسميها دكاتره راسموس. يعني ايه راسموس؟ يعني يعني برانشت بالمنظر ده. الجلاندز دكاتره برانشت. دي ميزه ولا عيب؟ راسموس يعني فرنش، ميزه ولا عيب؟ رايكم ايه؟ هي على فكره ميزه وبرده في نفس الوقت عيب. ليه بقى؟ ايه الميزه بتاعتها يا شباب بتاعت البارفرين جلاند بالمنظر ده؟ ان هي فرنش قوي، فده بيخلي السيلز اريا كبير، تطلع سكريشنز كتيره، لان رغم ان هي بي سايد قد البسلايه بالمنظر ده كده، الا انها بتطلع سكريشنز كتيره قوي، لان هي راسموس يعني فرنش. طب محمد حلو قوي، طب ما هي راسموس دي بتطلع سكريشنز كتيره. حاجه سواء طلعت سكريشن كتير دي حاجه ميزه حلوه قوي. امال فين العيب بتاعها؟ العيب بتاعها ان لو في انفكشن دخلت جواها مش هتطلع. ليه بقى؟ لانها يا باشا تبقى كرونيك. ليه؟ زي كده فاكره كده حته كده فيها اخرام كتير، لو دخل فار مش هتجيب واحد. واخدين بقى نفس القصه، لو دخل فيها انفكشن مش هتجيب. يعني هي هنا تبقى كرونيك، اي انفكشن فيها بتبقى كرونيك. دي الحته موجوده فين؟ موجوده في البوسي 1/3 اوف ليبيا بيجورا. نوت ثيرد في نورمال، لو طبيعيه ما تحسش. حس امتى بقى؟ لو مقفول عليها سيست او فيها ابسس او فيها انفلاميشن بتبقى ساعتها محسوسه. بص كده المنظر ده كده، ادي هنا كده انفلاميشن بارتلين جلاند، دي بنسميها بارتلايتس. بارتلايتس عباره عن انفلاميشن بالبارتلين جلاند. بص المنظر ده كده اهي، شايفين المنظر ده؟ قد يكون سيست مقفول عليها سيست، او قد يكون فيها بص كمان ابسس، قد تكون سيست او ابسس. لا البلبو ده البلبو ده البلبو. امال مين ده بقى دكاتره؟ ده كراس وده كراس وده كليتوس وده الجلاند بتاعه وده البلبو معايا. وده هنا بقى ده مين؟ ده البلبو. وهنا مين؟ بارتلينج جلاند. ده البلبو في بارتلينج جلاند. الفكره بقى دكاتره بقى ان ايه اللي بسيط بارتلينج جلاند؟ البارتنج جلاند دي وظيفته مهمة جدا، اللي بيطلع ووتري الكالاين سكريشن during sexual excitation.
ففي حاجه غريبه قوي، اشمعنى دريم اكسايتيشن طلعت سكريشن دي؟ يعني انا اشتغلت شول ورك، ايه يا داتا منبه الغريب ده اللي بيخليها تطلع سكريشنز اونلي ديورينج سيكشوال اكسايتيشن؟ عارفين ايه ده فاكره؟ مكانها شايفين مين ده؟ ده البلب او ذا فيستيبيول حاضنها على فكره. فلما ده بيتنفخ، واخدين بالكم يعني هنا كده هي تبقى جواه، فلما بيحضنها على فكره كده لما بيتنفخ يقوم عاصر مين؟ عاصر البارفرين جلاند زي الليمونه، فيطلع كل السكريشنز اللي جواه. يعني خلي بالكم يا شباب ان هنا الدكاتره البارفرين جلاند ديت موجوده جوه البلب، البلب متحوط عليها، فلما بتنفخ معصره زي الليمونه بتطلع السكريشنز بتاعتها. يبقى البارفرين جلاند خلي بالكم يا شباب بتطلع سكريشنز only during sexual excitation. ليه؟ عشان مكانها في البلط، جوه البلط. لما يحصل هنا اريكشن يقوم عاصرها ومطلع كل السكريشن بتاعتها. طب ده كده سؤال تاني، ليه بتطلع water secretion؟ ليه؟ for lubrication. عشان كده ده برضه المضاعفه في الاول بقى مهمه. ليه؟ المضاعفه مهمه ليه؟ عشان يطلع عشان يبقى هنا في excitation ويطلع secretion. عشان ما يحصلش بقى كده الكورس يبقى مؤلم او يعوض او حاجه زي كده. يعني الدكاترة في مثلا كي واي جل او كي يو جل ده لوبريكان سنتر كورس، لكن الفكره لو حصل اللي هو المضاعفه دي هيت سكريشن تبقى محتاجين لا كي واي ولا كي يو، حاجه طبيعيه ده حاجه لوبريكان طبيعي. طب ليه دكاترة الكلاين بقى؟ هو طلع وودر الكلاين، ليه الكلاين ليه؟ عشان نيوتراليزيشن اوف ذا فاجينال اسيد. فاجينال دكاترة اسيدك هايلي اسيدك، لو دخل سبرم من غير بروتكشن بتاعته يطلع سمكه مشويه، فلازم احنا نحميه ازاي يا دكاتره؟ دي بارفلين جلاند سكريشن اللي هي الكالاين ان نيتشر. دي بقى كده بقى دكاتره بقى على البلاد سبلاي بتاع البلد، بلاد سبلاي اوف ذا بلد. بص يا شباب خليك معايا بقى، هنجيب الموضوع من اوله خالص. عندنا الدكاترة اللي هم الأورطة، الأورطة بينقسم الأورطة إلى اتنين، إلى اتنين كومن إيلياك، والكلية تنقسم إلى إنترنال إيلياك و إكسترنال إيلياك، إنترنال إيلياك و إكسترنال إيلياك. سؤال الدكاترة ليه سمينا إنترنال إيلياك بـ إنترنال إيلياك؟ ليه اسمه إنترنال إيلياك ليه؟ عشان بيخش جوه إنترنال استراكشر. يعني هو اللي فات بيخش جوه البلد، بتلاقي ايه ده اسمه كده عشان بيخش جوه البلد بيسبلاي الانترنال اورجنز. اما الاكسترنال ايليا فده بيعدي على الانجواينال ليجمنت، يبقى اسمه ايه بعد كده؟ فيمورال ارتري وسبلاي اللور ليم، فده اسمه ثاني ايليا عشان سبلاي ثاني ستراكشر، وده اسمه اكسترنال عشان بيطلع اللور ليم ده كده، ويبقى اسمه ساعتها فيمورال ارتري. انترنال ايليك اللي هو اختصاره اي بينقسم في النهايه الى اثنين برضو اي. يعني ايه اثنين اي؟ يعني الى انترنال ديودندال ارتري وانفيريور جلوتيال ارتري سبلاي البطن. يعني خلي بالكم يا شباب انتهي لك ارتري، انتهي لك ارتري بينقسم الى اثنين اي، اي واي انترنال ديودندال ارتري وانفيريور جلوتيال ارتري، ده يروح البطن انفيريور جلوتيال. طب ليه ده اسمه internal duodenal artery؟ internal عشان جاي منين؟ من internal ilium. طب اسمه duodenal ليه؟ عشان هو supply من duodenum. الفالفا اسمها duodenum، اسم تاني ليها duodenum. فعشان كده هو اسمه internal duodenal artery عشان ده الارتري اللي supply من duodenum اللي جاي من internal iliac artery. وده المين blood supply of the vulva. المين بلاد سبلاي دي بالفا از انترنال ديودنتال ارتري. طالما في انترنال ديودنتال يبقى اكيد في كمان اكسترنال ديودنتال، برافو عليك. طب ده جاي منين؟ من اسمه من اكسترنال ايليك. انا بسميه على فكره الارتري الكسلان. دي كسلان ليه؟ المفروض يطلع من هنا، يطلع من هنا من اكسترنال ايليك، هو المفروض يطلع كده فعلا اكسترنال ايليك، بس هو صحي متاخر شويه بعد ما كان عدى الارض على مين؟ على الانجوينال ليجمنت. فطلع منين بقى؟ طلع من الفيمورال، واخدين بالكم؟ يعني خلي بالكم يا شباب ان الاكسترنال ديودندال ارتري هذا ارتري كاستان جاي من الفيمورال. كان المفروض يطلع منين؟ كان المفروض يطلع من اكسترنال ايليك، بس بعد ما عدى على الانجوينال ليجمنت بقى اسمه الفيمورال. فعشان كده هو طلع من الفيمورال ارتري
يبقى اوعى تنسى ده بلاد سبلاي اوف دي بلد. بلاد سبلاي عباره عن ايه؟ انترنال ويدن الارتري واكسترنال ويدن الارتري اللي جاي من الفيمورال. ده على فكره ده سؤال ال سي. طيب ليه بقى كده بقى الكاتره على النيرفز بتاعتنا بقى؟ هنا الكاتره في بقى اخصائي بتاع البلد اللي اسمه ايه؟ اسمه ويدنال نيرف. ده اخصائي البلد. بس البلد دي كاتره مكانها حساس جدا جدا، يعني غير الفاجينا غير يوترس وغير جول اللي جوه ده كله، مكان حساس جدا. دي اكتر مكان حساس في الجسم البلد دي يا كاتره، مهمه جدا. مش كده بقى لا بنرفع سبلاي من كل حته. يعني ايه؟ يعني جايه من فوق. بص من فوق جايه من فوق هنا ايه؟ ايليو انجوينا وايليو هيبوغاست. جايه نرفع سبلاي من فوق. ايليو انجوينا ايه من البطن بقى؟ ايليو انجوينا ايليو هيبوغاست. جايه كاتره من الجنب. منين بقى؟ يتخطوها اكيد في الانجوينال كانال اللي هو جينيتو فيمورال نيرف. ده ماشي جوه الانجوينال كانال وبيتقسم بعد كده الى جينيتال نيرف اللي هو سبلاينج البلفا والى فيمورال سبلاينج اللور نيرف. يعني لك في نيرف اسمه جينيتو فيمورال نيرف جزء من سبلاي البلفا وده سبلاي مين؟ اللور نيرف. كمان حاجه غريبه قوي جايه لك النيرف منين؟ من لاترال وبوستيريور كوتينيوس نيرف اوف سان. لكن انتيريور لا، هو حد يقول لي انتيريور ده سؤال ايه؟ خلي بالك نوت انتيريور، من اللاترال والبوستيريور. يعني نيرف سبلاي مره ثانيه دي بلبا، وده اسئله كتير قوي بس خلي بالك يا جماعه مهمه جدا. الاخصائي بتاع البلبا دي بيودنتا نيرف، ده اخصائي البلبا بيودنتا نيرف واسمه على اسم البلبا، ده بتاع البلبا. جينا من فوق من الابدومين ايليو انجوينال ايليو هيدروجاستيك. جينا على كاتب انجوينال كانال اللي هو الجنتال برانش او جنتال فيمورال. بلاي ميسي كتب لك فيمورال برانش او جنتال فيمورال، لا مش فيمورال، جنتال برانش او جنتال فيمورال. ولاترال وبوستيريور بلاي ميسي كتب لك انتيريور، غلط. لاترال وبوستيريور في ناس نيرف اوف سان. يبقى اوعى تنسى لاترال وبوستيريور كوتينيوس نيرف اوف سان. بيدونا النيرف ده الاساسي عندنا. ايليوم واينا ايليوم هيبوجاكس جاي من البطن، وهنا جاي جنتال برانش او جنتال فيمورال نيرف. أسئلة كتيرة قوي 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 قوي. لكن أهم سؤال في البلغة، أهم سؤال فعلا هو الليمف درينج. ده أهم سؤال فعلا. ده اللي كاتب سؤال الأستاذ الدكتور خالد الهضيبي. وناس كتيرة قوي كتيرة قوي بيسألوك السؤال دوت. إيه هو الليمف درينج أوف ذا بلغة؟ بصوا يا شباب. أدي البلغة إيه؟ البابا دي فاكرة ميد لاين استراكشر، ميد لاين. لو عندنا هنا في كانسر في المكان دوت وده ميد لاين، ده هيزعل يمين ولا شمال؟ يعني يبعت هنا الفاكرة للإبسي لاترال ليمف نودز، ويبعت كمان للكونترا لاترال ليمف نودز. طب لو في تيومر الناحية دي يبعت الإبسي لاترال على ناحيته وعلى الناحية التانية. يعني الفاكرة هنا في حاجة اسمها ليمفاتيك كروسنج. يعني إيه كروسنج؟ يعني إيه؟ ليمفاتيك كروس. دي اول كلمه مهمه جدا، وده ممكن تصلي يجي لكم بقى خمس درجات. ايه هو الليمف درينج او ذا بلد؟ اوعى تنسى ان كل سايت يبعت ابسي لاترال اند كونترا لاترال ليمف. كل سايت يبعت ابسي اند كونترا لاترال ليمف. بمعنى لو في كانسر بلد هنشيل ايه؟ هنشيل البلد كده هنا الناحيه دي والناحيه الثانيه كده او الجزء الثاني كده، وهنشيل الجنب ده من الليمف نود، ونشيل الجنب ده من الليمف نود بالمنظر ده. عارفين يا جماعه الانسيشن ده بقى عامل زي بيكون ايه؟ زي ما بيكون فراشه، بنسميه باتر فلاي انسيشن. ده علاج الكانسر بلضة، بنسميها راديكال بلفكتوم. لما تشيل البلضة اوعى تمشي ناحيتين من الليمف نود، لان اي سايت يبقى ناحيتين ابسي اند كونترا ليمف نود. طب مين بقى الليمف نود اللي هنا وهنا؟ شويه ليمف نود على جوانا الليجمنت بنسميها انجوينا ليمف نود، وشوية ليمف نود على الفيمورال شيس بنسميها فيمورال ليمف نود. يعني انجوينو فيمورال ليمف نود. اي عامل حرف دي كده، ده حرف دي على جوانا ليجمنت وعلى الفيمورال شيس انجوينا والفيمورال. يعني الفكره هنا خلي بالك اول نقطه اوعى تنساها ان في كروسنج. النقطه الثانيه بعته مين؟ انجوينو فيمورال ليمف نود. عدا مكان مهم قوي اللي هو مين؟ المكان ده اللي هو الكليتروس ده اللي كان الكليتروس ده بيبعت مين بقى؟ جوه الفيمورال شيس. اكيد خدتوا الكلام ده، دي حته فاضيه بنسميها فيمورال كانال، فيها فات
ده الموست ميديال على فكره يعني هنا جوه هنا ده هنا كده تمرر شيء هنا في حته فاضيه بنسميها تمرر تمام.